الف دي عايز ايا كان. اذا ما كانش اللي عنده كافي فكل ال 90 مليون دول تحت امرته. لو بعت امر تكليف لاي واحد ارجع للخدمه تعال اشتغل تعال قول رايك في كده، ما اعتقدش ان في ضابط ولا جندي ولا اي واحد من اللي موجودين بره الخدمه النهارده لو الطلب هيقول لا انت محتاج على طول هات، وهم عارفين كده. يعني ايه انا مش عايز ايه مش عايز ادخل في شغلهم لان هم فاهمينه اكتر منا، انما ده حقيقه احنا ما بنقولش ان ده عجز. اللي بيحصل ده ممكن يحصل في اي دوله في بفضل الله تعالى، ولكن اتحدث تحديدا عن الخبراء او الذين يملكون اوراق وادله واسماء لهؤلاء الارهابيين ممكن ان يقدموا يد العون اكثر من الاشخاص الذين يعني يتلقون الملفات للمره الاولى. اللي في ايده حاجه تفيد التحقيق وتفيد العداله مش حتى ان لم يكن في موقع المسؤوليه طبيعي هيشيلها ليه؟ هيشيلها لما يروح يقدمها لنادي العداله حتى ولو كانت شهاده حتى ولو كانت معلومه جت عندك معلومه في حتى ولو كان في شك. ما احنا بنقول ايه؟ يعني حتى انت لو شفت عبوه ما هم بيعملوا يروح جاي عامل حاجه زي عبوه هيكليه سلكين وفي اي كوز او بتاع بلاستيك كده وروح راميها. قد تكون هيكليه بس عشان اجري وشوف نجيب بتوع المتفجرات وتطلع حاجه هيكليه وهوب ودي كمان هيكليه وبعدين في الاخر تطلع عبوه بصحيح نقول لا سبب ده هيكليه تطلع عبوه. لا بنتعامل مع الهيكلي كما لو كان حقيقي. ده ايه؟ دي بنسميها اوامر مستديمه اللي بتقوم فرقعات. حتى لو شك في قلب طوب مرمي على الارض لو في كيس شيبس وشك فيه بيتعامل معاه لانه عبوه حقيقيه. ما في ما هو ما بيضمنش وما بيزهقش ده طبيعي. فبنقول للناس اي حاجه تشكوا فيها بلغ. حتى واعتقد كمان ان الناس وعيها زاد بشكل كبير في الفتره السابقه، ولما بقى حد بيشوف اي شيء مشتبه فيه بيبلغ عنه بيتواصل مع الداخليه على طول. ده اكيد وده اكيد. تاكدي ان الاخوان اكيد مرتبين لاكثر من كده بكتير. ولكن التصدي والوعي اللي عند الناس هو اللي بيقلل. ما ادراكي ان الثلاث او اربع انفجارات اللي تموا دول كان ممكن يبقوا 10 لولا ان في اجهزه امن صحيه، لولا ان في وعي عند الناس اللي في الشوارع. فاذا احنا نتوقع لا هم مفكرين هو عايز محافظات مصر كلها تحصل فيها تفجيرات في كل وقت. انما هل هو نجح في هذا؟ لا. طب ما نجحش ليه؟ في قوات امن صحيه، في ناس عندها وعي بتبلغ عنه. فاحنا نشاطنا وعينا هو ده اللي هيقلل وان شاء الله يمنع تماما اي اعمال اجراميه من اللي بتتم دي. اذا ايه الدعم والمسانده اللي محتاجها الشرطه دلوقتي يا سياده اللواء؟ اول دعم هو دعم معنوي ودعم نفسي. ما نقعدش نردد الشائعات اللي بيقولوها هؤلاء المجرمين ان لا ده في قصور في الشرطه. طب ازاي فين التقصير لما وصلت لهم لحد عندهم؟ ايوه ده انتحاري وعادي بتحصل في اكبر دول في العالم ممكن يحصل. افراد الامن الله يكون في عونهم ما بيناموش، بس ما بقولش ايه اوعى تقول لي انهم بيرهقوا. لا ما فيش جهاز امني او قوات مسلحه او اي حد ممكن، لان بيبقى العمل متنظم. بنبقى بنحارب حرب شغاله 24 ساعه وفي ناس بتقاتل وفي ناس بتنام وده عادي بياخد بورديته وبياخد ورديته ده دور عادي ما فيش مشكله. بس عايزين نقول ايه بقى؟ الشعب كله هنقف. الهدف هم عايزينه هننزل وهنحتفل، واللي هم المجرمين اللي احنا عارفينهم بقى الطابور الخامس اللي في وسطينا والناس اللي بتقدم غطاء سياسي احنا اللي هنكلمهم بقى ونقول لهم انتوا كدابين. الكلام اللي انتوا بتقولوه ده لا، دول فعلا جماعه اجراميه. انا لو ليا صديق اعرفه من هذه الجماعه هقطعه مش هكلمه. ولو في بيتنا هنقطعه. ده في اللي وصل اكتر من كده، يعني في دعوات اللي ليه اب اخواني يبلغ عليه يعني. طيب احنا دلوقتي معانا مداخله هاتفيه من سياده اللواء حسام سويلم الخبير الامني والاستراتيجي. سياده اللواء بعد التحيه، كيف تابعت المشهد الدموي الذي تابعناه اليوم في محاوله تفجير مديريه امن القاهره وغيرها من الاعمال الارهابيه في عده محافظات في مصر؟ هو طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، هو طبعا الهدف هو ترويع وتخويف الناس انهم ينزلوا في 25 يناير ساعة جو من الرعب، تشديد جهود الشرطة. هم عارفين ان هم ما يقدروش يواجهوا الشرطة بقوة بشرية، يعني ما يعني اذ المسيرات بتاعتهم والزحف بتاعهم والحشود كل ده هيتضرب، فبيلجأوا للعمليات الخفيفة اللي هي التفجيرات دي، ودي ما فيش حتى اي دوله عظمى تقدر تمنعها بسرعه. بس انا ليا تعليق على السؤال اللي انت سالتيه للضيف بتاعك وقال لك ما اعرفش ايه لما سالتيه وقلتي له ليه المحاكمات ما بتتمش؟ فقال لك ما اعرفش اسال القضاء. لا انا هجاوب على هذا السؤال لان الايدي مرتعشه، ايدي الحكومه مرتعشه، خايفه من حقوق الانسان، خايفين من الكونجرس،
خايفين من اشتون والاتحاد الاوروبي، خايفين من هذا ومن ذاك، وعشان كده احنا بندفع الثمن الدم بتاعنا. والنادي دي قويه، ده المفروض يبقى فيه ردع سريع وفي محاكمات نجسه. وبعدين انا بسال القضاء عندنا في مصر، بقول له اشمعنى القضيه بتاعت البنات بتاعت الساعه 7 الصبح اتحكم فيها خلال 4-5 ايام وافرادكم عنه؟ اشمعنى لغايه دلوقتي الولد اللي رمى طفل او طفلين في سيدي جابر من مبنى غالي واحترف بكده وقال اعدموني بقاله سنه؟ انا بسالك وبسال الطب بتاعي، حاكم ولا ما اتحاكمش؟ اتعمل في ايه؟ عندك رد للسؤال بتاعي ده؟ اكيد ما عنديش رد، لان انا كنت بساله لضيفي الكريم في الاستوديو ولا احد جاب لك الرد سوى المعنيين عن هذه الملفات وهذه المحاكمات. ما تتحاكمش حد اتحاكم من اللي حرقوا الناس في كرتاشة ورموا عليهم ميه النار، حد اتحاكم من اللي قتلوا الناس في دلجه ما انا حقيقه سياده اللواء يعني انا فعلا كنت بتكلم يعني القضايا او المحاكمات التي لا توجد فيها ادله او براهين او حجج ممكن تبقى مقبوله ان يتم التاخير في اصدار الحكم فيها، ولكن هناك فيديوهات وادله واعترافات على السنه المتهمه. الاجابه على سؤالك كالاتي: الحكومه خايفه، ده مرعوشه، حقوق الانسان، الكونجر هتدخل، اشتون والاتحاد الاوروبي هيضيعنا، ادي الخوف، والخوف ده ما بيسمحش دولة. الحاجة الثانية، في حاجة اسمها في المنظومة الأمنية اسمها الردع. يعني إيه الردع؟ يعني لما واحد يضربك لازم ترد عليه زي القرآن ما بيقول: من يعتدي عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. إحنا النهاردة لما شفنا في عهد السادات القذافي راح فجر متفجرات في مطروح، عمل إيه السادات؟ بعد الطيارات بتاعتنا وضربت المقر العسكريه ولا الهبيات بتاعت القذافي، امتنع الطلبات اسمها ايه قاده لما فجرت البرجين المغلبه في امريكا، عملت ايه امريكا؟ راحت ضربت افغانستان. احنا النهارده قاعدين ساكتين وغزه عمال يبعت لنا الناس عشان تفجر لنا متفجرات. اذا سياده اللواء في نقاط سريعه، ما هو المطلوب من الحكومه والاجهزه الامنيه من اجراءات لابد ان تتخذ وتتبع في الفتره القادمه؟ اللي بقى بكتب ربيه يعني انا النهارده مش فاهم يعني ايه ان احنا قاعده ساكتين غزه وحماس عمالين يبعتوا لنا متفجرات في عقر ضهرنا في باب الخلق وسط الناس في الصوره بتاعت البلد واحنا مش قادرين نضرب غزه؟ ازاي الكلام ده يمشي؟ ازاي الكلام ده ما بعتش انا ناس تضرب اللي بيضربني؟ واحد بيبعت لي متفجرات الساعه 7 الصبح في محطه المترو باب الخلق في صوره البلد والمصريين يقتلوا ودمائهم واحنا قاعدين ساكتين ما بنردش على حماس؟ يعني ايه حماس دي؟ ما تنطرد. اللي هسالك سؤال ثاني بسيط: ليه حماس وليه جبهه ولا حركه الجهاد الاسلامي امتنعت عن ضرب اسرائيل بالصواريخ؟ ليه؟ ما بيضربوش اسرائيل بالصواريخ ليه؟ لان اسرائيل اول ما بيضربوها بتطلع الطيارات تضرب معسكرات القسام. ازاي بيحصل؟ لكن فيما يخص ضرب غزه ممكن يعني هناك البعض من المتابعين يرون انها هذا يمثل ضربا للقضيه الفلسطينيه، هناك ابرياء ونحن لا نعاملهم بما يعاملون به، يعني يمكن ان نعاقب القيادات او الافكار التابعه من حماس، ولكن فكره التعميم على الشعب الفلسطيني ربما يكون امر غير مقبول او غير منطقي. الكلام ده غلط، وبقول اللي بيقولوا الكلام ده طز امن مصري امن من القضيه الفلسطينيه. على العموم مش انا اللي بقول الكلام ده يعني. انا بقول اللي بيقول الكلام ده طز فيكم كلامك، امن مصري اللي واقف النهارده باب الخل. صحيح. انا عندي من 100 حماس. صحيح. 100 حماس وتشوف الدم المصري الرخيص ده اللي انت بتسقط عليه. لابد انت حماس تحس من اللي بيبعتلي حطابها وضربها بضرب عفوه منها. شوف بقول لك انا اديتك تجربتين، شوف السادات عمل ايه مع القذافي، وشوف امريكا عملت ايه مع القاده وطلبات في افغانستان. هنا الكلام اللي بيحصل ده احنا دمنا مش رخيص. صحيح. المحاكمات دي اللي لغايه دلوقتي ما تمتش ليه؟ صحيح. أنا طبعا مقدرة جدا مشاعر حضرتك وإحساسك يعني بالألم والاستياء لكل هذه الأعمال الإرهابية التي أصبحت جزء ربما أصيل من حياتنا
اليومية وبقت بشيء تقليدي يعني بنعيشه بشكل يومي للأسف. في النهاية بشكرك جزيل شكر سيادة اللواء حسام سويلم الخبير الأمني والاستراتيجي على هذه المداخلة، يعني كانت نبرته تحمل حالة من الغضب والاستياء والاستنكار لهذه الأعمال الإرهابية والأكثر منها التعامل الذي لا يليق مع حجم الكارثة التي نمر بها في مصر بشكل يومي من توالي هذه الأعمال الإرهابية. يعني اللواء حسام بيمثل المصريين وبينفس عن الغضب اللي في صدورهم، وهو على أجاب على السؤال اللي أنا يعني عايز أقوله كتر خيرك. أي واحد في المصريين يعني يسأله السؤال ده يقولك كنت هقولها. فيعني مين السبب؟ مش هو ده. انا لما بقول انا ما اعرفش مش معنى كده ان انا ما اعرفش، ماشي، لكن يعني صحيح طبعا انك تملك اجابه، ولكن الكل يعلم، قد يكون الصمت ابلغ اجابه يعني. انما كلهم عارفين ايه سوى. انا مش عايزين، لان كل هذه الاسباب اللي هو قالها مرفوضه من المصريين. مش حاجه اسمها ان حد يتحكم في قراري او في محكمتي. هو انا لما بحكم ده القضاء بتاعي وحكم سيف يمشي على رقبه اي حد؟ حد بقى عندي حاجه اشتون ولا الاتحاد الاوروبي ولا امريكا ولا منظمات حقوق؟ ما فيش حاجه من الكلام. في عدد كبير من الدول مش معترف كمان بالقصف في مصر وشايف ان هو انقلاب، فانقلاب بانقلاب بقى خلاص، بقى في حزم بقى وحزم مع هؤلاء الارهابيين. يعني نحن لا نفتري على احد، نحن نتحدث عن اعمال ارهابيه بعينها بالصوت والصوره. يعني يعني انا لا اعتقد ان عندنا قضاء يخاف من شويه الكلام العناوين اللي اتقالت دي. واتمنى انه ما يكونش زي الكلام اللي قاله سيادة اللواء حسام صح في النقطه دي بالذات يعني. انما ان احنا خايفين، لا مش خايفين، وهو يمكن بطء لاسباب هم يعلموها احنا ما نعلمهاش. فنتمنى ان يقطعوا كل الشكوك ويتم المحاكمات يعني باسرع ما يمكن. يعني أنا في النهاية يعني بشكر حضرتك جزيل الشكر سيادة اللواء نصر سالم رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق وأستاذ العلوم الاستراتيجية، شكرا جزيلا يا فندم على تشريفك لنا النهاردة وتلبية الدعوة. ومشاهدينا الكرام، يعني ما زالت متابعتنا الإخبارية تتواصل مع حضراتكم على شاشة النيل. نلتقي بعد هذا الفاصل مباشرة، فكونوا معنا.